المتسابق الثالث محمد رضا شمس الدين ولي محمدي من إيران يقرأ برواية حفص عن عاصم. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها
السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما حسبك.